الرحمن الرحيم. أنا المدعو كربوش صالح، صبت يوم 9 فبراير 1995 من طرف مجموعة إرهابية. الوثائق تاع المستشفى تقول قدمين، والتقرير تاع الدرك، الرابور تاع الدرك يقول قدم واحد، وانا عندي التقارير تاع المستشفى يقول زوج. وكنا الى المستشفى ليلة الخميس على الساعة 9، نكت بالمستشفى 80 يوما. وعندما خرجت من المستشفى جاء الدركي فدار التقرير، فكتب في التقرير تاعو رجل وحده، وانا عندي الوثائق مقيوس في القدمين الاثنين.